بكم حبايبي في قناة فطور وغداء. النهاردة هنعمل مع بعض الكبدة الاسكندراني، طريقة حلوة جدا وفي كذا تكة هقول لكم عليها، ان شاء الله هتعجبكم وطعمها حكاية. وهقول لكم على حاجة مهمة جدا جدا هتخليها ريحتها ما فيهاش اي زفارة. يلا بينا نبدأ بسم الله ونشوف ايه الطريقة. اول خطوة هنعملها هنجيب الكبدة من عند الجزار ونخليه يقطعها لنا شرايح كده. تغسلوها كويس جدا من اي دم ومن ايد الجزار، تغسلوها كويس جدا لغاية ما المية تبقى لونها شفاف، ميبقاش فيها ايه اللون الاحمر بتاع الكبدة. بعد ما تتغسل تضيفوا حليب بودر حوالي معلقتين كبار. ليه بقى الخطوة دي؟ علشان تشيل اي زفارة بيبقى ليها ريحة نفاذة كده، الحليب البودر ده هيشيلها خالص. هسيبها بقى في الحليب يعني حوالي 10 دقايق كده وراجع لكم. عد 10 دقايق بالظبط هعمل ايه؟ ليمونة هعصرها عليها وهو الحليب لسه موجود فيها. خلاص كده عصرت عليها الليمونة، هقلبها كده بالراحة. شايفين انا بقلبها ازاي؟ بلف المعلقة وبطلع بالكبدة لفوق. كده انا غسلتها من الحليب البودر ومن الليمون، شايفين ما فيهاش ولا نقطة دم، اتغسلت وريحتها حلوة جدا. يلا بينا بقى نشوف المقادير اللي هنضيفها فيها ايه. اول حاجة نص معلقة صغيرة فلفل اسود، معلقة كبيرة كزبرة، واهم حاجة ما تكتروش التوابل عشان ما تغيرش لونها. معلقة كبيرة توم مفروم، والثلاث فصوص دول هقول لكم بالظبط هنضيفهم امتى في الكبدة. هضيف معلقة كبيرة توم او معلقة ونص كمان، مجموعة فلافل احمر اصفر اخضر وفيهم سبايسي كمان، دول برضو هقول لكم هنضيفهم امتى في الكبدة. الليمونة دي هقول لكم برضو هضيفها امتى في الكبدة. هقلب المكونات دي مع بعض. طبعا الملح على حسب الكمية اللي انتوا هتعملوها. سيبوها في الخلطة من 5 لـ10 دقايق بس. الكبدة مش زي اللحمة والفراخ، بتندمج مع الخلطة بسهولة وفي وقت قليل جدا. بعد حوالي بالكتير 10 دقايق هرجع لكم ونشوف هنعمل فيها ايه. بعد 10 دقايق بالظبط هضيف في الطاسة او في الصينية اللي هنعمل فيها زبدة حوالي معلقة كبيرة، وحبة زيت محترمين بقى، زيت شوية زيت حلوين كده عشان لازم الصوص ده يبقى موجود في الكبدة. بقى دلوقتي الزيت في الكبدة اوزعها على الطاسة كلها، ما تقلبوهاش دلوقتي، ما تقلبوهاش خالص. اول ما تضيفوها في الطاسة ما تقلبوهاش خالص لغاية ما لونها يغير، علشان لو قلبتوها هتفرول هتتقطع مش هيبقى شكلها حلو. تكون على درجة حرارة عالية جدا في اللحظة دي، خلاص لونها ابتدى يغير اهو. هروح مقلبها بالراحة من تحت لفوق برضو علشان ما تتهريش. خلاص كده لونها ابتدى ايه ان هي متشوحة، بس لسه برضو شوية. في اللحظة دي ههدي عليها النار، ههدي درجة متوسطة مش هادية خالص. بعد ما تخلوا درجة الحرارة متوسطة تضيفوا الفلافل وتدمجوا الفلافل برضو مع الكبدة. انا ليه ضفت الفلافل دلوقتي؟ علشان انا مش عايزة الفلفل ده يدبل، انا عايزاه يكون فريش برضو كده يكمل سوى الكبدة. الثلاث فصوص ثوم اللي قلتلكوا عليهم هضيفهم دلوقتي، هفرمهم وهضيفهم دلوقتي. ندمج الفلفل مع الثوم مع الكبدة، لسه درجة الحرارة على درجة متوسطة. ريحة الكبدة دمار، بالذات بعد ما ضفت فصين الثوم وهو ناي. كبدة الاسكندراني من ايديا وعلى طريقتي، ان شاء الله هتجربوها وهتعجبكم جدا جدا. بعد الخطوة دي اول ما تغرفوها في الطبق تروحوا ضايفين الليمونة اللي انا قلتلكوا عليها،
عصرة ليمونة كده في الطبق. الخطوة دي هتفرق جدا وهتخلي الطعم حكاية، مع خطوات بالظبط اللي انا قلتلكوا عليها ان شاء الله هتعجبكم. متنسوش يا حبايبي تعملوا لي لايك واشتراك وتفعيل الجرس على الكل عشان يوصل لكم كل جديد باذن الله. مع قناه فطور وغداء هتعرفوا كل وصفه باذن الله، وكل خطوه وكل سر ان شاء الله. تحفه فنيه وطعمها وريحتها كانوا حكايه. مع السلامه.